الشرط السادس من شروط الصلاة إزالة النجاسة، ولا بد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: عن البدن والثوب والمكان الذي نصلي فيه. مانا سرتي جيغا بو امور في جولدن سيلو كو ايتوغول صوبي ايتوغول صوبي نون كو ايتوغول صوبي كا تشونچول ايتوغول صوبي انيدان كيون كاجوم ايتوغول صوبي كاجو كادي نوكور اندي جولتاندي. فلو صلى وكان على بدن نجاسة او على ثوب نجاسة او في مكان نجس وهو يقدر على إزالة هذه النجاسة عالما بوجودها فالصلاة باطلة. ستاي نيدو او يمينو كي اوجولي او ايتال صوبدين كا باندو ماكو او ايتال صوبدين كا تشونچول ماكو ولا او ايتال صوبدين كا اوجولاتون تي هيمو اندرو صوبدون او جوليري نون هاري نين جولدون نين دي سيلاتا كو ميريري. لكن لو صلى وهو لا يدري بوجود هذه النجاسة على ثوبه او في المكان، وبعد ان صلى وجد النجاسة في ثوبه، لا إعادة عليه والصلاة صحيحة والله أعلم. كونو نيتو سي تايوني نو جولي نو جوتني او اندالي صوبي نكو باندو ماكو ولا كا تشونچول ماكو ولا كا نوكوري كا جولتا دون ها او غايني جولدي دين جولدي دون هاراي او فيليتو تاكو جولدي دين نو سيلي هاراي.